Now, we have recitation from Holy Quran. I invite Hafiz Taha Owais, first rank holder of 2021 HIFS batch, Marcus. Hafiz Taha Owais, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Now let me invite Sayyid Muhammad Turan.